السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد العسكري من قناة موبايلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وانتم بخير وبصحة، ادام الله عليكم الفرح والسرور. زي ما تعودنا في القناة احنا بننزل موبايلات مستعملة باسعار كويسة جدا، كمان بننزل موبايلات متبرشمة بنبيعها بسعر المستعمل. لو اول مرة تشوف لي فيديو على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما قلت احنا بنتكلم على اسعار الموبايلات جديد ومستعمل، كمان بنتكلم عن خبايا واسرار الصيانة وارخص مكان في مصر تشتري منه اكسسواراتك بنص الثمن لو انت تاجر. لكن اهم حاجة واهم حاجة انا بحبها في القناة هي كيفية العمل في مجال الموبايلات، يعني لو انت خالي شغل، لو انت محتاج شغل اضافي، لو انت محتاج تحسن من دخلك، انصحك بفضل الله تشتغل في الموبايلات المستعملة، فيها مكسب حلو جدا، مكسب مستمر، مكسب لا ينقطع، مكسب اقسم بالله افضل من الذهب. قنوات كتير بتتكلم عن امكانيات مواصفات اسعار الموبايلات، لكن من النادر تلاقي قناة بتكلمك عن كيفية العمل في مجال الموبايلات، وده باذن الله هتكون دورنا. هعرفك ازاي تجيب يوميا موبايلات كسر كسر الزيرو، وازاي تبيعها من غير ما يكون عندك محل. الموبايل ده سامسونج جلاكسي اي 14، الموبايل ده 64 جيجا، رامات 4، خد بالك ده علبه متبرشمه، ده برشام العلبه طبعا متبرشمه، الموبايل ما خرجش من العلبه ومفيش محل يعرف يبرشم العلبه بتاعه الموبايلات تاني، مجرد ما تتفتح خلاص ما يعرفش اي محل يعيدها من جديد. الموبايل ده باذن الله سعره هيكون مفاجاه في نهايه الفيديو. اوبو اي 9 2020، الموبايل ده 128 جيجا، رامات 8، 3 كاميرات خلفيه، بصمه خلفيه، بصمه وجه، موبايل بسم الله ما شاء الله محترم، الموبايل ده مش محلول، ما تعملوش اي صيانه، موبايل اللي مسك الموبايل ده يعرف قيمته ويشكر فيه. الموبايل ده هبيعه ب 3200 جنيه. بالنسبه للموبايل الفاضي، لو انت هتشتري مني موبايل فاضي، فاضي يعني ما هوش لعلبه ولا شحن، فاضي يعني ما هوش لعلبه ولا شحن. بالنسبه للموبايلات الفاضيه، لو هتشتري مني موبايل بديك مبايعه فيها سيريال نمبر الموبايل وببصم لك عليه وبمضي لك وبديك رقم تليفوني وبترن عليا وصوره بطاقتي، يعني هتكون معايا في امان 100%. طبعا انا اي موبايل فاضي بكون شاريه، بكون عامل برضه مبايعه ومبصم صاحب الموبايل ومضيه واخد صوره بطاقته وعنوانه، يعني انا مامن نفسي بفضل الله 100%. معلومه خطيره وسريعه كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، بالنسبه للناس اللي قلبها جامد وبتشتري موبايلات عن طريق الانترنت موبايلات فاضيه، فهتلاقي حد عارض موبايل ثمنه 3000 جنيه والموبايل اصلا ثمنه 10000 جنيه، فيجري يشتريه ويبقى فرحان ويقول فزت. لا، خد بالك، اي موبايل فاضي لازم تعمل بيه مبايعه، لان الموبايل ده ممكن يدخلك في حوار كبير، ممكن يدخلك في مشكله كبيره، والمشكله مش هتكون على قد سرقه الموبايل، لا ده ممكن المشكله دي تكون كبيره جدا ويكون الموبايل ده طرف خيط عشان يوصلوا للجناة للناس اللي عملت المشكلة. فركز، اياك تشتري اي موبايل عن طريق وسائل الانترنت الا لما تعمل مبايعة. عملت مبايعة امن نفسك سيريال نمبر الموبايل، لازم كمان تحفظ الكود ده اللي هو نجمة شباك 06 شباك، كود سهل جدا، نجمة شباك 06 شباك. الكود ده عشان خاطر لو انت بتشتري موبايل معهوش العلبه بتاعته عن طريق الانترنت، او لو انت بتشتري موبايل مستعمل عن طريق محل، ممكن المحل يوفق لك علبه، يعني ممكن المحل يحط علبه موبايل مش للموبايل ده اصلا عشان خاطر يعرف يطلع باعلى مكسب. زي الموبايل ده مثلا، الموبايل ده ريلمي 16، العلبه دي مش علبته، الموبايل ده ريلمي 16 والبطاريه 6000 امبير و64 جيجا رام 3 وكل حاجه، ولكن العلبه دي متوفقه للتليفون ده بس. طبعا مش هتعدى عليا، لو بصيت كده من على اليمين في سيريال نمبر هتلاقي، يا رب التصوير يجيبها، هتلاقي في 19 رقم 119، ولو دخلت هنا وعملت السيريال نمبر كده نجمه شباك 06 شباك هتلاقي من على اليمين 372، يعني الموبايل ده العلبه دي متوفقه له نفس الموبايل، نفس اسم الموبايل ريلمي 16، ولكن العلبه مش علبته. فركز ان انت ممكن تقع في مشكله كبيره بسبب تليفون اشتريته عن طريق الانترنت وما امنتش نفسك، والموضوع ده مش حصل مره ولا اتنين، ده حصل كذا مره، منهم مشكله حضرتها واحد اشترى موبايل عن طريق الانترنت وكان مبسوط بسعره ودخل نفسه في مشكله وربنا في النهايه نجاه بسبب ان هو اصلا مظلوم.
واي 33 اس، الموبايل ده 128 جيجا، رامات 4، موبايل كسر زيرو مش محلول، الاطارات كلها سليمه. الموبايل ده باذن الله هنبيعه ب 3000 جنيه. طبعا برضو الموبايل ده عامل بيه مبايعه. 60 جيجا رامات 4، موبايل ريلمي سي 33 اس 64 جيجا رامات 3، وموبايل نفس الكلام لون البلاك واللون السماوي، كل موبايل فيهم هنبيعه ب 3400 جنيه، معاهم طبعا العلب بتاعتهم موبايلات كسر كسر الزيرو. موبايل هونر 90 لايت، الموبايل ده 256 رامات 8، موبايل كسر كسر الزيرو، الاطارات سليمه 100%. الموبايل ده الكاميرا الخلفيه بتاعته 100 ميجا بيكسل، كاميرا ممتازه جدا. طبعا الموبايل حدث ولا حرج، شاشه اتصال رنين. الموبايل ده ثمنه جديد 13000 جنيه، هبيعه باذن الله ب 7000 جنيه. برضو الموبايل ده عامل بيه مبايعه، لكن الموبايل ده وارد الاردن، وطبعا معايا الفاتوره اللي شاري بيها الموبايل من الاردن، تمام، ومعايا المبايعه اللي اشتريت كمان ايه من صاحبه في مصر. يعني انا مأمن نفسي 100% وصوره بطاقته وكل حاجه. الموبايل ده باذن الله هبيعه ب 7000 جنيه، هونر 90 لايت. موبايل اوبو اي 17، الموبايل ده كسر كسر الزيرو، ولا خدش ولا خربوش، اتنين كاميرا خلفيه، تلات كاميرات خلفيه، موبايل الاطارات بتاعته سليمه 100%. الموبايل ده معاه العلبه بتاعته 64 جيجا رامات 4، كسر كسر الزيرو، ولا خدش ولا خربوش، معاه الحاجه بتاعته بالكامل، هبيعه ب 4500 جنيه. موبايل ريلمي سي 53 128 جيجا رامات 6، الموبايل ده محبوب الجماهير، الناس كتير بتحب الموبايل ده عشان التلات كاميرات اللي هم شبه الايفون. الموبايل ده ريلمي سي 53 128 جيجا رامات 6، معاه العلبه بتاعته، موبايل كسر زيرو، استخدام 24 ساعه فقط. الموبايل ده باذن الله هبيعه ب 6000 جنيه. انفينكس 30 اي، الموبايل ده 128 جيجا رامات 4، الموبايل ده استخدام 24 ساعه. صاحبه الموبايل ده اشترته، وبعد ما اشترته قالت انا مش اخده على الانفينكس ومش حابه الانفينكس، هبيعه، باعته. الموبايل ده باذن الله 128 جيجا رامات 4، معاه العلبه بتاعته، انفينكس هوت 30 اي 128 رام 4، هنبيعه ب 4000 جنيه. موبايل شاومي اي 2 بلس، الموبايل ده كسر كسر الزيرو، ولا خدش ولا خربوش، 64 جيجا رامات 3، اتنين كاميرا خلفيه، بصمه خلفيه، موبايل شبه الجديد، قرب الموبايل من الكاميرا، الموبايل ده جديد بالفعل، هبيع الموبايل ده ان شاء الله ب 3200 جنيه كسر كسر الزيرو. ريلمي سي 30 اس، الموبايل ده 32 جيجا، دول 64، ده 32 جيجا، معاه العلبه بتاعته، هبيعه ب 3000 جنيه. الموبايل ده كسر كسر الزيرو، استخدام 24 ساعه فقط. موبايل ريلمي سي 11 64 جيجا رامات 4، الموبايل معاه العلبه بتاعته، الموبايل معاه العلبه والشاحن، موبايل بسم الله ما شاء الله مش محلول، هبيعه ب 3000 جنيه. سامسونج جلاكسي اي 14، الموبايل ده 64 جيجا رامات 4، زي ما قلت العلبه متبرشمه، الموبايل ده باذن الله هبيعه ب 5 ونص، 5500. سامسونج جلاكسي اي 14 هبيعه ب 5500.